يا مساء الفل. تخيل يا ابو الصحاب ان زميلك صورك صوره والصوره عجباك جدا، لكن انت بره كادر او في نهايته، الصوره مش مظبوطه. بخطوه صغيره جدا تقدر تظبط نفسك وتخلي الصوره جامده جدا جدا، ودي هتكون ميزه ضمن تطبيقات كتيره هنشرحها النهارده هتعجبك قوي. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، خلونا نشكر الناس الجميله دي على تعليقاتها في الفيديو اللي فات واللي حرفيا فرحتني. لو عايز تعليق كذا الفيديو الجاي، اكتب لي تعليق حلو وبرد على كل التعليقات وبعمل عليها قلوب. هنبدا باول تطبيق معانا جامد جدا. التطبيق يديك موبايل كامل جوه الموبايل بتاعك، وده هيفيدك ان هو هيحمي موبايلك لو بتنزل تطبيقات كتيره او عايز تستخدم الموبايلين في وقت واحد، سواء العاب تطبيقات، هتقدر من خلال التطبيق ده. وعشان نعرف بقيه مميزاته هتحمله من اللينك اللي هتلاقيه تحت في الوصف. هتنزل تحت في نهايه المقال وتضغط على كلمه اضغط هنا للتحميل، فيحولك الواجهه دي. للاسف التطبيق حجمه كبير جدا، 450 ميجا، لانه بيديك نظام كامل متكامل لموبايل جوه موبايلك. اول ما تفتح التطبيق هيظهر لك بالواجهه دي، هتبدا انك تديله صلاحيات. هنضغط هنا وتبدا انك تسحب الشاشه، ودي المميزات اللي هو بيديها لك، بتبدا انك تعدل فيها من جوه التطبيق. طبعا هنا بيطلب منك صلاحيتين، صلاحيه ان التطبيق ده يبقى عايم على الشاشه بنديها له بالشكل ده، والصلاحيه الثانيه صلاحيه الوصول للهاتف. بعد ما ننتهي بيبدا اللي هو يتسطب عندك بطريقه سهله وبسيطه. المميز في التطبيق يا صاحبي انك تقدر اي تطبيق بدل ما تثبته على موبايلك تقدر تثبته هنا لو خايف ان التطبيق يكون ضار، فبالتالي بتحمي نفسك من اي تطبيق انت شاكك فيه. زائد عايز تنقل صور او عايز تنقل اي حاجة، تقدر تنقلها جوه التطبيق ده او جوه العالم ده اللي هيكون بره موبايلك طبعا. ومميزات كتيرة جدا هسيبك تكتشفها مع نفسك، لكن الاول هعرفك ازاي تشتغل مع التطبيق. مبدئيا دي الواجهة بتاعتك، شريط اشعارات جوه الموبايل عادي، الاعدادات، لو سحبت الشاشة من تحت لفوق هيظهر لك التطبيقات اللي عندك. عشان تدخل اي تطبيق هنا بتبدأ تضغط هنا على الخيار ده، واول خيار بيديهولك لو انت عايز تنقل صور او تطبيقات من على موبايلك على الموبايل ده عشان تبدأ انك تجربها بتضغط عليه، واللي تحته العكس لو انت عايز تاخد تطبيقات او صور من التطبيق ده لموبايلك تاني وترجعها. تبدا يا صاحبي انك تدور على التطبيقات اللي انت عايزها هنا، وليكن مثلا اي تطبيق من التطبيقات دي، بنضغط عليها، بنضغط امبورت، وتستنى شويه لحد ما يتسطب على الجهاز ده. وعشان التطبيقات تبقى شغاله معاك كويس هتبدا انك تحملها بصيغه الاي بي كي، وهتلاقيها صاحبي هنا في القسم ده. هتلاقي لو انت عندك لعبه او تطبيق بتلاقيها موجوده هنا، وليكن مثلا تطبيق الافلام ده هنبدا احنا نسطبه عندنا بالشكل ده زي ما انت شايف، فبدا لو يتسطب عندنا وتقدر انك تصفحه وهيشتغل معاك 100%. تقدر انك تنزل متصفح، تعمل اي حاجه على التطبيق ده، وبمجرد ما تنتهي بتكون في دايره كده على الشاشه، لو ضغطت عليها تقدر انك تقفل التطبيق لو انت خلاص خلصت منه، او ممكن انك تصغر التطبيق ده، تضغط هنا فبالتالي تظهر لك شعايم على الشاشه، وده هيكون التطبيق بتاعك الثانوي وهيرجعك بره للتطبيق. فحرفيا من اجمد واهم التطبيقات اللي هتنزلها على موبايلك، هتحمي خصوصياتك وتقدر تنقل عليها صور، ملفات، واي حاجه انت عايزها. ومنين ما تحب تدخل عليها تدخل على التطبيق عادي وتفتحها بطريقه سهله وبسيطه. قبل ما ندخل على باقي التطبيقات الرايقه بتاعت النهارده، نزلت فيديو يا صاحبي امبارح لازاي تعمل رقم امريكا، هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الوصف او في الاي هتظهر لك هنا او هنا. ادخل شوفه، حرفين الطريقه شغاله واشتغلت مع ناس كتيره. ولو جربت الطريقه وما اشتغلتش معاك، جرب انك تحمل تطبيق في بي ان تاني عن طريق انك تدخل على جوجل بلاي وتحمل اي تطبيق في بي ان تاني امريكي. الطريقه هتشتغل معاك 100%، ده لو ما اشتغلتش الطريقه اصلا معاك من الفي بي ان الاولاني اللي هيكون جوه الفيديو. التطبيق اللي بعده بقى يا صاحبي، واللي بيديك ميزه مهمه جدا، بحس ان التطبيق ده ذكي فوق مما تتخيل. الاول هتحمله من اللينك اللي هتلاقيه تحت في الوصف زي ما قلنا. التطبيق محمله اكتر من مليون شخص، وحجمه برضه نوعا ما كبير، 85 ميجا. واول ما نفتح التطبيق بالصحابه هيظهر لنا بالواجهه دي. وطبعا زي ما انت شايف دي ميزه عجبتني جوه التطبيق، بتبدا انك تحدد صوره من عندك على الاستوديو، فبيبدا اللي هو يحدد تفاصيل جسمك ويحدد الخلفيه اللي وراك. تقدر انك تحط سماء احترافيه زي ما انت شايف. اول ما بتحط اي سماء بتبدا تغير وشك، الوان الصوره عشان تتلائم مع السماء اللي انت حطيتها. والميزه اللي عجبتني جدا في التطبيق انك لو فتحت التطبيق وضغطت على الزائد ده وبدات تختار الصوره اللي عندك عن طريق انك تضغط على اول فوتو وتحدد الصوره، بتلاقي بيبدا يعمل بروسيسنج او معالجه عشان يقرا جسم الشخص والخلفيه اللي وراه. لو انت جيت بقى حركت الصوره يا صاحبي شويتين كده، بيبدا يملى الفراغ اللي كان ورا الشخص ده، تالي مش هتحس انك نقلت الشخص من مكانه. ولو في كذا شخص في الصوره بيبدا اللي هو يحددهم برده، وتقدر برده انك تغير مكانهم من غير ما يسيبوا اثر. التطبيق ذكي بطريقه كبيره جدا. تقدر انك تضغط بلور وتحدد الحاجه اللي انت عايز تعمل لها عزل، او شكل العزل اللي انت عايز تعمله، وبعدين تضغط علامه الصح، سيف الصوره عندك، نضغط فينش، فبالتالي هتتحفظ عندك. فالتطبيق رايق، لازم تجربه. التطبيق بقى اللي بعده هيديك ميزه سريعه وهتحتاجها، وعشان تعرف الميزه دي برده هتحملها من اللينك اللي هتلاقيه تحت في الوصف. التطبيق مش هتلاقيه على جوجل بلاي، فبعد ما تحمله بالطريقه العاديه وتدخل على مدير الملفات تعمل له تثبيت، هتبدا انك تفتحه. التطبيق مساحته اقل واحد فيهم 13 ميجا، بمجرد فتحه هيظهر لك بالواجهه دي. فكره التطبيق على السريع، بمجرد ما تضغط على ظهر الهاتف مرتين
بيبدا يشغل لك الفلاش، ياخد لك سكرين شوت، ينزل لك شريط الاشعارات، اي حاجه انت بتحددها عن طريق ضغطات على ظهر الهاتف التطبيق ده بينفذها لك. وهتبدا انك تضغط على جيت ستارت، وهنا بيقول لك اضغط على ظهر الهاتف مرتين بالشكل ده، بالتالي بيبدا يحدد الضغطات بتاعتك. نضغط نيكست، هتضغط نيكست كمان مره، هيطلب منك صلاحيه، هنبدا اللي احنا نديها له بالشكل ده السماح. نضغط نيكست، وهنا بيقول لك ابدا اطفي صلاحيات البطاريه عشان يبدا اللي هو يشتغل والموبايل بتاعك مطفي. هنضغط هنا، نضغط سماح، وبعدين نضغط على الخيار الاخير عدم التحسين، وبعدين هنرجع ورا نضغط فينش. وبس كده يا صاحبي، هنبدا اللي احنا نضغط هنا على الخيار ده ونمسح اول حاجه بيديها لنا اللي هو لانش اسيست. نضغط ريموف، وهنا بيقول لك سكرين شوت، هو مديك الخيار ده جاهز. بنبدا اللي احنا نضغط على اد، نضغط ديفايس، وهتحدد لو ضغطت نقرتين والموبايل شغال هي ديسبلاي اون، هيبدا اللي هو ياخد سكرين شوت. هنعلم عليها، نضغط على ادد اكشن تاني، نضغط هنا ونحدد الفلاش سماح، هتضغط على كلمه اد وتحدد المره دي ديفايس، والموبايل مطفي هيبدا اللي هو يشغل لك الفلاش لو ضغطت ضغطتين. فركز يا صاحبي دلوقتي، لو ضغطت ضغطتين والموبايل شغال او الشاشه شغاله هيبدا اللي هو ياخد لك سكرين شوت. موبايلك مطفي هيبدا اللي هو يشغل الفلاش عشان لو مثلا النور قطع مره واحده. لو رجعنا ورا وضغطنا على الخيار ده وفعلناه من فوق، بمجرد ما تضغط 3 ضغطات هينزل لك شريط الاشعارات. وطبعا تقدر تحدد حاجات كتير، هسيبك انك تدخل التطبيق وتجربها. كالعاده بالصحاب، وصلنا لنهايه الفيديو، اللي تحت في التعليقات ايه اكتر تطبيق عجبك النهارده. بصراحه اول تطبيق عجبني، بيديني خصوصيه رهيبه ومميزات جامده، اجرب تطبيقات انقل صور، يبقى لي عالم تاني جوه الموبايل يحميني وما يوصلش تطبيقاتي وصوري الاساسيه. وكمان التطبيق التاني فيه كميه ذكاء وتعديلات للصور رهيبه. ما تنساش بقى لايكك للفيديو وتعليقك الحلو وشير مع اصحابك عشان بيدعمني جدا. ولو انت جديد ممكن تشوف الفيديوهات دي هتعجبك جدا. واشوفك الفيديو الجاي، والسلام عليكم.